بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ اخوكم رامي من قناة رامي عزت. النهاردة ان شاء الله معدنا ان احنا ما زلنا في الفصل الثالث من كورس الربح من جروب الفيسبوك رأس مال $0. وصلنا للفصل الثالث. الدرس الاولاني اللي هو الدرس الماضي اتكلمنا فيه عن كيفية بناء الجروب وايه هو افضل محتوى الناس بتتفاعل معاه ده عشان تبقى محترف في ادارة الجروب. النهاردة فصل لا يقل اهمية عنه، وهو كيف ازيد تفاعل الجروب، ازاي اخلي الجروب بتاعي متفاعل. هكلمك عن 16 نصيحة، 16 نصيحة مجانية لزيادة تفاعل الجروب ونصيحة مدفوعة، فهو الاجمالا هيبقوا 17 عنصر بتستخدمهم لزيادة تفاعل الجروب. الحاجة الاولانية يا شباب هي اجذب الناس الصح، ان انت لازم تجذب الناس الصح. يعني ايه اجذب الناس الصح؟ انا هنا هضرب لك مثال بجروبين، جروب ميك ماني وذ دكتور رامي، جروب فيه 50,000 عضو. تعال شوف البوستات بتاعته، هنزل عشوائي هبدأ ألاقي بوست محطوط مثلا عليه هنا 68 أو 70 لايك وفي أكتر من 26 كومنت، تنزل تاني على البوست اللي بعده تلاقي لايكات تلاقي كومنتات، طبعا على حسب البوست وعلى حسب أهميته بتبدأ تلاقي التفاعل، تمام؟ لكن بتلاقي إن البوست كله متفاعل، يعني بوست زي ده مثلا هتلاقي فيه داخل على ال 200 لايك، أكتر من 100 كومنت، تمام؟ رغم ان البوست محطوط بقاله قد ايه، بقاله 15 ساعه. لكن تعال لنفس او لجروب اخر خاص بربح عن الانترنت، انا معرفش مين صاحب الجروب عشان محدش فكر ان انا قصد حاجه، لكن جروب جبته من البحث تقدر تلاقي بوست اهو بقاله 18 ساعه. الجروب على فكره مش صغير، الجروب فيه يعني داخل على 30,000 عضو، لكن تدخل مثلا هنا تلاقي يعني بوست زي ده بقاله 18 ساعه محدش رادد، بوست تاني تلاقي واحد رادد، واحد رادد حتى بيضحك، تمام؟ لما تيجي تنزل كده هتلاقي برضو يعني البوستات تقريبا محدش رادد عليها. تخيل هنا شخص نفس الشخص عامل 3 بوستات ورا بعض، اقسم بالله معرفش موقع ايه، موقع هتلاقي فيه ايه، موقع هتلاقي فيه ايه. قال طب انت لو خيرت ان انت تمتلك جروب خاص بنيتش ميك ماني، عاوزه يبقى زي ده، انك تلاقي البوست في 15 ساعه بيجيب لك 200، مش انا اللي كاتبه، يعني احنا بنتكلم على جروبات عاديه موجوده في الجروب، عاوز تلاقي انجيجمنت وتفاعل بالشكل ده اكتر من 200 لايك و100 كومنت في خلال 15 ساعة، ولا عاوز تلاقي زي كده سبام وناس داخلة عمالة يقول لك ادخل هنا وادخل هنا عشان هو يكسب عليك ريفيرلز وكله نصب في نصب؟ أكيد طبعا هتختار يبقى عندك جروب زي ده. يبقى الفكرة هنا معتمدة على إيه؟ اجذب الناس الصح. أنا عملت إيه عشان أجذب الناس الصح؟ إن كل الناس اللي من هذه النوعية، كل الناس اللي من هذه النوعية عملت لهم بلوك عندي في الجروب بمنتهى البساطة، حظر، وحطيت قوانين في الجروب ان انا مش عاوز روابط ريفرالز، ان انا عاوز الناس قدر الامكان تفيد بعضها، تقدم معلومات تفيد بعضها، وبالتالي بحافظ على الكوميونتي. الكوميونتي ده اعتبره بمثابه يعني جمهوريه انت رئيسها، عارف اللي يقول لك انا رئيس جمهوريه نفسي، هو اعتبر كده ان انت رئيس جمهوريه الجروب، انت اللي حاطط له القوانين الصح زي ما اتعلمنا في الدرس اللي فات بتديره ازاي وماشي في هذه الامور بشكل رائع. يبقى العنصر الاول تاني هو اجذب الناس الصح، الناس المهتمة بالنيتش بتاعك. العنصر الثاني، وده ممكن يزعل ناس مني شوية لان في ناس كتير جدا بتعتمد عليه، العنصر الثاني بيقول لا تضيف اصدقائك، ما تضيفش حد من زمايلك. ليه؟ لان زمايلك مش مهتمين بالنيتش بتاعتك، وفي الوطن العربي بالذات بتلاقي يعني بعض الحقد، ما نزعلش من بعض، بتلاقي بعض الحقد لما تيجي تعمل مشروع وتلاقي الناس بتكسر في مقاديفك. يعني جرب كده تعمل جروب مثلا خاص في نيتش معينة، زي ما ضربنا مثال في الدرس اللي فات مثلا نيتش يلعب الاطفال، وشوف كام واحد زميلك انت من زمايلك هيأيدك وكم واحد مش هيأيدك، هتلاقي اللي مش هيأيدك كم كبير. الحاجة التانية لما تضيفهم هم غير مستهدفين، انت عامل الجروب بتاع لعب الاطفال ده عشان تبيع للاجانب، عشان تجيب سلع من امازون واي باي وتبيع لهم سواء بروابط ريفرالز خاصة بهذه المواقع او بغيرها من الامور، تمام؟ فالنصيحة التانية هي لا تضيف اصدقائك. انا لما عملت الجروب ده في الاول رحت ضايف صديق واحد فقط لا غير، والباقي كله جه ناس مستهدفه زي ما هنعرف ازاي في بقيه النقاط، لكن ما ضفتش هنا اي حد من اصدقائي. الناس اللي موجوده عندي في الفريندس وموجوده هنا غالبا هم اللي طلبوا انضمام لهذا الجروب. العنصر الثالث يا شباب، سوق، ابدا سوق في نفس الوسط، في جروبات اكبر منك تكون في نفس النيتش وتكون بتسمح بكده، زي ما انا عملت في البدايه. اول ما عملت في البدايه عرضت الكورس بتاعي، اول كورس عملته كان كورس الورد بريس، على فكره ما كانش كورس الدروب شيبنج، لكن الكورس اللي حقق يعني نجاح بشكل باهر ولله الحمد كان كورس الدروب شيبنج. اول ما عرضته في جروب ما تهتمش بدوله معينه،
ما تهتمش يعني عدد معين في الجروب، اهتم ان هو يكون جروب متفاعل وبيسمح ان انت تنشر مثل هذه الامور فيه، وتأكد ان جروب فيه 1000 مستهدف افضل من جروب فيه 10,000 واحد مش مستهدف. يعني الميزة هنا مش فكرة 50,000، في جروبات فيها 300,000 و400,000، ولكن بتلاقي ناس كتير جدا مش مستهدفة. بتلاقي الادمن عمل بوست فكاهي ويقول لك كل واحد يضيف اصدقائه، هنعمل مسابقة مين هيضيف ناس اكتر، تلاقي هذه الامور. فالجروب بتاعك لو فيه 1000 واحد مستهدف ومهتمين بهذا المجال أفضل كتير جدا من جروب فيه 10,000 وغير مستهدف. فابني الجروب بتاعك على مزاجك وخد وقتك فيه، واتبع هذه الطريقة، إن أول مكان تسوق فيه هو جروبات خاصة بنفس النيتش. تجيبها منين؟ هتجيبها من خلال هذا الجروب. تمام، أنا ممكن أستخدم جروب زي ده للتسويق، أو ممكن أستخدمه لأنه مسموح فيه إن أنا أكتب بوست. الكفاءة بتاعتي هنا هي اللي هتجيب ناس، يعني هنا مسموح الناس عماله تسوق للينكات ورابط ريفرنس، وتقدر تقول بسهوله يا جماعه انا عملت جروب خاص بكذا كذا 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 وبعمل فيه كذا كذا، وتتكلم عن الجروب بتاعك نبذه بسيطه وتحط لينك الجروب. ممكن يجيب لك يعني 10 بس هم اللي ينضموا عندك. ال10 دول لما انت تكتب بوست ويبقى فيه محتوى كويس وتقول لهم يا جماعه ضيفوا اصدقائكم، ال10 دول لو كل واحد ضاف 5 50 كمان جم بقيتوا 60، ال60 لو كل واحد ضاف واحد بقيتوا 120. خلاص طالما عديت ال 100 وال 200 وال 300 بتلاقي كل يوم ناس بتدخل، وطبعا النمو بيبدأ يختلف من يوم للآخر. العنصر الرابع، ناس كتير منكم ممكن تكون عملت جروبات قبل كده وبتشتكي ان الجروب غير متفاعل، يقول لك الجروب بتاعي مش متفاعل، بحط بوست ما بلاقيش زي كده. يقول لك لما احط بوست هنا انت عندك مثلا 639 لايك، عندك 64 كومنت، عندك 40 شير، يقول لك انا لما بكتب بحط بوست مش بلاقي كده. ليه؟ لسببين ما لهمش غيرهم. السبب الاولاني ان تكون الناس غير مستهدفه. يعني ايه ناس غير مستهدفه؟ يعني تخيل هنا ان هذا الجروب انا ضايف فيه مثلا ناس مهتمه بالافلام، وناس مهتمه بالمزيكا، وناس مهتمه بامور اخرى غير ميك ماني. لما اجي اعمل بوست عن كورس شوبيفاي الناس مش هتدخل عليه، لكن لما يبقى في الجروب في 50,000 واحد كلهم مهتمين بميك ماني وتعمل كورس شوبيفاي، لا هتلاقي نسبه 20 نصهم على الاقل هيدخل على هذا الكورس. ليه؟ لانها ناس مستهدفه. الحاجه التانيه هي ضعف المحتوى. لو المحتوى ضعيف، لو انت حاطط هنا فيديو ضعيف عمرك ما هتجيب هذا التفاعل، مش هيبقى فيه انجيجمنت بالشكل ده خالص لو البوست نفسه ضعيف. لذلك تلاقي ناس بتسأل في الجروب اسئله تافهه ما تلاقيش تفاعل قوي عليهم. واحد يقول لك وانا واحد اشترى مني اعمل ايه بقى بعد كده؟ الامور مشروحه وتلاقيه بيسأل سؤال يعني تافه ملوش لازمه وتجاوب قبل كده كتير وموجود في الكورس، فتلاقي محدش بيرد عليه او عليه رد او اتنين. لكن لما تلاقي حد بيكتب استراتيجيه معينه ناجحه، لا بتلاقي بقى 200 لايك و100 كومنت وشير، بتلاقي الناس بتستفيد. ليه؟ نتيجة المحتوى القوي. فاللي يشتكي يقول لك أنا ليه الجروب بتاعي غير متفاعل؟ بقالي أسبوع الجروب ما فيهوش تفاعل كتير. ليه؟ بقالي أسبوعين مش متفاعل. ليه؟ رغم إن دي فترة غير كافية للحكم على الجروب. لكن اللي يقول لك أنا بقالي أسبوع أو أسبوعين الجروب غير متفاعل، هما سببين لا ثالث لهما. الأولاني إن أنت ضايف ناس غير مستهدفة، السبب التاني إن المحتوى بتاعك ضعيف. تحاول ان انت تهتم وتضيف ناس مستهدفه زي ما شرحنا في العنصر الثالث، ان انت تسوق في جروبات اكبر منك، يكون الجروب بيسمح بالنشر عشان ما يبقاش سبام، وتكون في نفس الوقت ان هو جروب في نفس النيتش. الحاجه الثانيه ان انت محتواك ضعيف، لا ابدا قوي المحتوى بتاعك، اعمل محتوى بشكل جيد زي ما شرحنا في الدرس اللي فات، ازاي تعمل محتوى بشكل جيد، تحط فيديوهات، ازاي اجيب مقالات منين، اجيب صور مهمه منين، الكلام ده كله شرحناه في الدرس اللي فات. العنصر الخامس، لازم توزع وقتك في الجروب. لما الجروب عندك يكبر يبقى بهذا الشكل بتبدأ تلاقي أمور كتيرة. يعني هنا في مثلا 45 بوست بانتظار الموافقة عليهم، عندك 19 شخص، الناس اللي هي بتطلب الانضمام مباشرة ادخل عليهم واقبلهم كلهم. دي نصيحة. بعد كده اللي يعمل لك سبام خلاص اعمل له بلوك، يعني بمنتهى البساطة. لكن ما تقعدش تفلتر في الناس دي وتضيع وقتك وقول الناس اللي سجلت في آخر سنة أنا هحذفها، الناس الجديدة لا، الكلام ده كله كلام غلط. ادخل على هذا العدد، احذف، عفوا اقبل الناس كلها. وزع وقتك في الجروب يعني ايه؟ يعني لازم تدخل على الجروب صباحا، لازم تدخل نهارا، لازم تدخل مساء، مش بحدد لك قد ايه، انت وامكانياتك. ممكن تدخل ربع ساعة الصبح، ربع ساعة الظهر، ربع ساعة بالليل، بس عشان اللي يكتب بوست بيبقى منتظر الإجابة عليه بسرعة بالذات في البداية، ما ينفعش إن هو يكتب بوست وأنت مثلا ترد عليه تاني يوم. يبقى أصلا هو نسي إن هو كتبه، لو بيجي له هنا نوتيفيكيشنز كتير مش هياخد باله أصلا إن أنت رديت عليه. هي دي الفكرة. فوزع وقتك في الجروب قدر الإمكان إن أنت تبقى موجود على مدار اليوم، ممكن 10 دقايق بس الصبح، 10 دقايق بالنهار، 10 دقايق بالليل. لكن في البداية لو أنت عندك الوقت وعاوز تنتج وعاوز تجتهد في الجروب بتاعك وعاوز تبني مناخ جيد، لا تقدر تبقى موجود ساعتين الصبح، ساعتين بالنهار، ساعتين بالليل، تبقى موجود وتساعد الناس وتفيد الناس إيمانا منك إن أنت عندك قضية
ومشروع انت مؤمن بيه، عارف ان هذا الجروب هيوصلك في خلال اشهر الى الربح منه، يبقى انت بتبذل فيه مجهود وانت مش مستخسر هذا المجهود. العنصر السادس انك لازم تظهر كل يوم في الجروب بتاعك، اوعى تغيب يوم كامل عن الجروب، لازم تظهر كل يوم، سواء ببوست سواء بكومنت سواء بفيديو سواء بلايف، المهم انك تظهر بمعلومة. انا هنا بحثت في الجروب بتاعي عن اسم رامي عزت من الجنب، وحددت يو ان تكون البوستات انا اللي كاتبها عشان يظهر، يعني يظهر ليا كل البوستات اللي انا كاتبها. هتلاقي هنا مثلا بوست امبارح يستر داي الساعة 12 بي ام، اللي هو يعني 12 بعد الظهر، هنا هتلاقي بوست الساعة كان 11 اي ام صباحا، هنا تبدأ تلاقي يوم 15 اغسطس، انزل تاني 15 اغسطس، لو نزلت هتلاقي 14 اغسطس، كذا كذا بوست كمان في اليوم 12 اغسطس 11 اغسطس، وبالتالي تلاقيني كل يوم 10 اغسطس. وبالتالي الفكرة ان كل يوم بظهر، وكل يوم بظهر كمان عن طريق بوست، ده انا بجيب لك البوستات بس غير الكومنتات غير الفيديوهات، تمام؟ يبقى الفكرة هنا ان انت لازم تظهر. انا بشرح لك العنصر وبوريك ان انا بالفعل بعمله، يعني انا واحد يقول لك هو انت ايه عمال تستعرض، يعني انا بكتب ما كلنا بنكتب، لا هي الفكرة هنا انا بقول لك الحاجة، مش عاوز اقول كلام نظري وخلاص، انا بوريه لك بشكل عملي ان انا بعمل هذا الامر. يبقى انت لازم تظهر كل يوم، سواء عن طريق بوست سواء عن طريق كومنت سواء عن طريق فيديو سواء عن طريق لايف. واصلا انت لو شفت الوقت اللي انت بتقضيه على الفيسبوك كل يوم هتلاقي ساعات طويله، يعني اي حد اعتقد بيسمعني في هذا الكورس اكيد طالما انت بتسمعني دلوقتي يبقى انت شخص عربي، والعرب كلهم بيقضوا وقت يعني كبير بالفعل على الفيسبوك، فلازم تظهر كل يوم سواء عن طريق بوست او كومنت او فيديو او لايف. العنصر السابع ان انت لازم تخلي هدف جروبك واضح وغير غامض، يعني انا مثلا دخلت على الفيسبوك هنا كتبت النجاح، تمام؟ لقيت جروب اسمه النجاح، انا كرامي لما الاقي جروب اسمه النجاح مش هنضم له، يعني مش هيحمسني ان انا انضم له. ايه النجاح؟ يعني نجاح في ايه؟ هل ده نجاح في دراسة ولا ده نجاح في عمل ولا ده نجاح في الحياة ولا ده نجاح في ايه بالظبط؟ كلمة عامة جدا. جروب تاني اسمه طريق النجاح، ممكن برضو ما ادخلش له لاني يعني مش عارف هو بيتكلم عن ايه، غير لو قريت بقى الوصف بتاعه، لكن الناس غالبا ما بتتعبش نفسها في قراءة الوصف. لكن هنا جروب اسم واضح بيقول لك التعاون سر النجاح للربح من الانترنت، يبقى انا عارف ان الجروب هنا مخصص لايه؟ لميك ماني. لو نزلت هنا مثلا هلاقي طلاب جامعة النجاح دفعة 117، اه ده محدد اسم جامعة ورقم الدفعة، خلاص انا عارف ان جامعة النجاح دي، انا معرفش ايه جامعة النجاح بس فيها دفعات ودفعة رقم كذا، ويعني كاتب لك الوصف بتاعها بالتفصيل. هنا شوف يقول لك ايه، جروب النجاح لخدمة طلاب كلية التجارة جامعة القاهرة تعليم مفتوح، يعني وصف لك الموضوع بالتفصيل ان دي كلية التجارة جامعة القاهرة خاص بالتعليم المفتوح. يبقى انت هنا اسم البوست بتاعك خليه واضح، هل انا عامل هنا اه ميك ماني وذ دكتور ميك ماني، يبقى ده النيتش نفسه، تمام؟ واسم الشخص اللي بيشرح هذا النيتش، يبقى الاسم واضح، فاللي هيشوف كلمة ميك ماني خلاص عارف الجروب خاص بإيه. لكن تخيل لو انا عامل هنا جروب اسمه مثلا اصدقاء رامي، اللي هيشوفه اصلا هيقول مين رامي ده وايه اصدقاء رامي، لا ممكن ما يدخلش يقول لك ايه يعني رامي ده مفكر نفسه مين، لكن هنا انت كاتب اسم النيتش، فده حاجة مهمة جدا. العنصر الثامن هو جروب انسايتس. جروب انسايتس وهي خاصية جديدة في الفيسبوك، دي بتديك فكرة كبيرة عن الجروب، وعنصر مهم جدا بتختاره من الجنب هنا. جروب انسايتس بيجيب لك معلومات يعني رائعة عن الجروب، هنا جايب لك معلومات عامة ان اخر 28 يوم انضم للجروب بتاعك 6300، نسبة مقارنة بالشهر اللي قبليه قال له 15%، تمام؟ عدد البوستس والكومنتس والرياكشنز 69,500 في اخر 28 يوم، قال له بنسبة 28%، ياه قال له للتلت ليه؟ لان انا في الفترة دي قفلت، يبقى انا لازم اكون عارف سبب ليه، لان انا في الفترة دي قفلت البوستات وخليت البوستات تبقى موافقة الادمن فبالتالي قلت. دول اكتر الاعضاء المشاركين، هنا بيوري لك الجروس بتاع الجروب، هنا بيقول لك ان في خلال اخر 28 يوم حصل 6000 ابروفد 58 ديكلاين 3 بلوك، والكارنت بيندنج ريكويست اللي هي طلبات الانضمام اللي لسه ما تمش التوافق الموافقه عليها. لو ضغطت هنا على المور انجيجمنت ديتيلز مثلا هيجيب لك هنا قدامك منحنى قوي جدا، شايف الانجيجمنت كان عندي بيوصل ازاي، لدرجه ان في يوم كان في 103 بوست يعني، لكن بعد كده بدأت تقل 14 11 15، ليه بدأت تقل في الفترة دي وبعدين رجعت تزيد تاني؟ قلت في الفترة دي لأن أنا كنت قفلت البوستات وخليت تبقى موافقة الأدمنز بس ومنعت الأسئلة، بعد كده رجعت تزيد تاني، تمام؟ يبقى ده حتى شوف الفترة دي اللي هي من 20 يوليو ل 16 أغسطس تقريبا 26 يوم، بيقول لك إن كان في الجروب 700
53 بوست، عدد كبير جدا، بس شوف قال له 78% عن الفتره اللي قبلها. الفتره اللي قبلها كان اكتر من كده بكتير. ليه؟ لان كانت البوستات مسموحه للجميع. انت في الاول هتخلي البوستات مسموحه للجميع زي ما اتفقنا، بعد ما تلاقي الجروب بقى نشيط قوي وبدات الامور تنزل بشكل كتير وممكن ما تبدا تفلت السيطره منك وبوستات سبام انت مش قادر تشوفها، في الحاله دي لا، لازم تعين طاقم اشرافي وتوافق على البوستات اللي بتتبع القوانين بتاعتك. هنا بيجيب لك الناس النشطه. يعني ايه ناس نشطه؟ يعني ناس دخلت على الجروب، شاركت بكومنت، شاركت بلايك، شاركت ببوست، عملت اي رياكشن في خلال اخر 30 يوم. هنا بيقول ان عددهم 38206، وده عدد كبير جدا. دي بابولار دايز، بيقول لك الناس بتبقى متفاعله ايام ايه اكتر. لما تبص هنا تلاقي اكتر يوم مثلا الثلاث والاثنين والسبت، هنا الخميس والجمعه تلاقيهم اقل حاجه. الخميس والجمعه والسبت ليه؟ اجازه، اجازتنا احنا في العرب عامة الجمعة، في دول بتاخد الجمعة والسبت، في دول بتاخد الجمعة والخميس، فبتلاقي دي أيام الأجازة. في أيام الأجازة في ناس كتير بتبدأ تخرج إلى آخره، وبالتالي بتلاقي نسبة التفاعل قليلة. يبقى في سبب. يبقى أنا لما أجي مثلا أحط بوست بيع، لما تيجي تحط بوست بيع عندك في الجروب ما تحطوش في الأيام دي، لا حطه في يوم زي ده، حطه في يوم زي ده، يكون نسبة التفاعل فيه أكتر. الحاجة التانية ده بيقول لك البوستس والكومنت والرياكشنز، النشاط بتاعهم بيكون موجود إمتى؟ يعني الناس بتنشط عندك في الجروب إمتى؟ هتلاقي هنا شوف اكتر نشاط موجود الساعة 12 صباحا. 12 صباحا ده اللي هو 12 منتصف الليل، لان العرب كلهم بيسخروا. بعد كده بيبدأ الوقت يقل تدريجيا لما تيجي الساعة 5 الفجر و6 و7 صباحا و8 صباحا و9 صباحا، لا مفيش نشاط. يبدأ النشاط يزيد من الساعة 11 صباحا اللي هو قبل الظهر، والنشاط بيدنه من 11 صباحا لحد 11 بالليل، لحد 12 بالليل كمان بيدنه نشاط عالي جدا. تمام، يبقى دي حاجه بتعرفك الاوقات اللي الناس موجود. ما تجيش انت بقى الساعه 6 صباحا هنا او 7 صباحا تحط بوست مهم في الجروب محدش هيشوفه، الناس بتبقى موجوده مش كتير قوي. تمام، لكن تيجي طبعا في اوقات زي كده، تيجي الساعه 11 مساء، تيجي الساعه 5 مساء، يعني تيجي في الاوقات دي تبدا هي اللي تحط البوست المهم. طب بوست هنا بيوريك انشط البوستات عندك في الجروب. يعني انشط بوست مثلا، بوست اهو تلاقي عليه 1500 كومنت، عليه 1500 كومنت، عليه 1200 لايك، شافوا 14900 واحد. فبالتالي بتلاقي هنا ده بيديك يعني انطباع عن اهميه البوستات اللي عندك في الجروب. ده كان بالنسبه للجروب انسايت. هنا مور ممبر ديتيلز، معلومات عن الاعضاء، وده جزء مهم جدا تعرف اعضاء جروبك. يعني بيقول لك ان انشط واحد في خلال 28 محمد جابر عمل 4 بوست وعمل 172 كومنت، يبقى ده شخص نشيط، ده شخص بيبحث عن الجروب بتاعك، ده شخص كل يوم بيدخل اصلا على الجروب بتاعك. وبالتالي بقيه الاشخاص تقدر بسهوله تنزل وتشوف الناس دي عملت كام بوست، كام كومنت، وتبدا تشوف ايه مين هم انشط الاعضاء اللي موجودين. هنا نسبه العمر، يعني هنا بيقول لي ان الجروب بتاعي نسبه تقريبا 17% نساء ونسبه 83% ذكور. يبقى انا استفيد ايه؟ ان انا ماجيش اسوق منتج يكون خاص مثلا بالنساء بس، لا، يا اما المنتج يكون خاص للجنسين يا اما يكون خاص للرجال. هي دي الفكره، دي الاعمار، بتعرف الجمهور بتاعك اعماره ايه. شوف انا هنا الاعمار بتتراوح، اغلبها بيتراوح من 18 سنه لحد 34 سنه، من 18 ل 34، هما دول يعني اكثر شقين. الشق ده بيشكل تقريبا 39% من الجروب. هنا بيوريك برضو الدول، بتلاقي هنا مثلا دولة المغرب 26,000 واحد منها، مصر 12,000، الجزائر 3,000، وهكذا. يبقى انا لو هروج مثلا لعرض سي بي اي، انا بديك مثال حاجات انت تفهمها من الجروب انسايتس، لان الموضوع ده عاوز واحد عنده دماغ بيشتغل، مش واحد بتقول له اعمل كذا كذا، لا ده عاوز واحد انت بتدي له نصائح معينه وهو بيمشي وراها. ما ينفعش هنا احط عرض سي بي اي خاص بليبيا في منها 320 واحد بس، لا، لو هحط عرض سي بي موجه لدولة يا اما المغرب يا اما مصر يا اما الجزائر، تبقى دولة العدد منها كبير. هنا المدن كازابلانكا 7,000، القاهرة 3,000، وهكذا. تمام، يبقى دي الجروب انسايتس ومدى اهميتها ليك، ان انت بتستنبط منها معلومات قوية جدا عن نمو الجروب بتاعك وشكل الجروب بتاعك، تفهم الجروب بتاعك منها. ما يبقاش عندك جروب 20,000 اقول لكم من انهي دولة، تقول لي والله ما اعرفش، او تقول لي اصلهم من اوروبا، اصل هم اجانب، ده تلاقيهم صينيين، لا، لازم تبقى دقيق في كلامك. العنصر التاسع في نمو الجروب ان انت لو عندك قائمه بريديه ابعت لها عن الجروب بتاعك. في بعض الناس بتلاقي عندها قائمه بريديه مثلا فيها 10,000 فرد، فيها 20 فرد، فيها 10,000، 20,000، 30,000،
ايميل، ابعت لهم طبعا لو هو ما في نيتش معين، يعني عندك مثلا قائمة بريدية فيها 20,000 فرد مهتمين بنيتش الفوركس، خلاص ابعت لهم ال 20,000 دول، ابعت لهم 20,000 ايميل خاصة بالجروب بتاعك عن طريق اي مزود للخدمة دي زي ميل شيمب وغيرهم. يعني العنصر العاشر، احنا اتكلمنا قبل كده عن التسويق في ممتلكات الغير في جروب حد غيرك، العنصر العاشر برضو سوق لجروبك على ممتلكاتك انت الخاصة بالتواصل على حساب الفيسبوك بتاعك لو انت شايف ان في ناس مهتمة بهذا النيتش، على حساب انستجرام يكون برضو في نفس النيتش، على قناة يوتيوب انت تمتلكها تكون خاصة بنفس النيتش فبتستخدم ممتلكاتك الاخرى، حساب تويتر كبير عندك تقدر تسوق عليه للجروب بتاعك. العنصر رقم 11 وده عنصر مهم جدا، اسمح لأعضاء الجروب بإضافة أصدقائهم، اسمح، ودي شرحناها في إدارة الجروب في الدرس اللي قبل الماضي، اسمح لأعضاء من ضمن إعدادات الجروب، يعني إن أنت تسمح لأعضاء الجروب إن هم يضيفوا أصدقائهم، لأن أكيد هيضيفوا أصدقائهم المهتمين، لو أنت عندك الجروب بتاعك خاص بالويت لوس وفي واحد أكيد لما يضيف 5 6 زمايله أكيد هيبقوا مهتمين بالويت لوس، والدليل إن هو اختار ناس معينة إن هو يضيفها، وبالتالي اسمح بهذا الامر من ضمن اعدادات الجروب. اللي عاوز يعرف دي بتتعمل ازاي، بتضغط على الثلاث نقط اللي هنا شرحناها قبل كده، تروح على edit group setting وتتاكد من هذا الاختيار ان membership approval، ان any member اي عضو يقدر يضيف او يقبل الاعضاء اللي داخل الجروب بتاعك، اتاكد ان هي متحدد عليها بهذا الشكل. العنصر رقم 12 ان تزود من البوستات اللي بيكون فيها تفاعل، مش شرط ان كل البوستات اللي تحطها تكون بيع، لا، اسأل أسئلة، اعمل بول زي ما شرحنا، رد على الناس، الكلام ده بيزود التفاعل في الجروب وبيزود نسبة ان ناس تبدأ تضيف ناس اخرى للجروب بتاعك لما يلاقي الجروب مهم، لان الجروب بتاعك لو تافه محدش هيهتم ان هو يضيف اصدقائه للجروب بتاعك، لكن الجروب بتاعك لما يكون فيه نقاش قوي هيبدأ الاعضاء اللي عندك يضيفوا من اصدقائهم. العنصر رقم 13 لازم تكون مؤمن ان الناس بتحب الحصريات، اللي بيخلي حد يفتح قناة تلفزيون معينة ويقعد يتفرج عليها كل يوم هو انه عارف ان الحاجة اللي بيتفرج عليها على القناة دي، المسلسل اللي بيتفرج عليه او الفيلم اللي بيتفرج عليه مش موجود على اي قناة غيرها، وبالتالي لازم تحط حصريات، البوست المثبت لازم تخليه حاجة حصرية، تمام، البوستات الباقية في الجروب لازم تخليها لازم تخلي فيه كم كبير من البوستات الحصرية، يعني انا لما اجي اكتب هنا مثلا عاوز ابحث عن البوستات اللي انا كاتبها، رحت كاتب رامي عزت، بعد كده اخترت ان البوستات تكون بواسطتي انا، هبدا الاقي هنا بوستات، الفيديوهات دي كلها، كل الفيديوهات دي حصريه، حاجات انا اللي شارحها، الناس بتحب الحصريات، عشان كده تلاقي البوست هنا واخد 165 لايك 13 كومنت، البوست هنا 131 لايك 8 كومنت، ليه عدد اللايكات ده وليه عدد الكومنتات ده؟ ان البوست ده حصري، اللي يخلي الناس تدخل على الجروب ان الناس مش هتشوف المحتوى دوت غير عندك انت، لازم تكون بتقدم للناس محتوى حصري تتعب فيه من اجل انك يكون لك جمهور موجود بشكل كويس وجمهور يثق بك. العنصر رقم 14، تخيل بقى ان بعد ما تعبنا في البوستات دي وحطينا بوستات حصريه واو، ان انت كل ما تحط بوست من دول وشارح فيه شيء مهم تبدا تلاقي سبام للجروب، ناس داخله بقى انضم هنا، اعمل هنا، اعمل لايك لصفحه كذا، اعمل لايك لقناه اليوتيوب دي، اعمل معرفش ايه، والناس خلاص اشتغلت في الجروب بتاعك كانه ملكيه عامه، الناس عماله تكتب فيه اي كلام مخالف للقوانين، خلاص الجروب باظ بمنتهى البساطه، فلازم احذف البوستات المخالفه للقوانين. العنصر رقم 15 مكمل العنصر رقم 14 وهو احذف الاعضاء المخالفه للقوانين، لانك لو تركتهم باظ الجروب. العضو اللي انت كل يوم هتقعد تحذف له بوست واثنين وثلاثه، لا خلاص ده عضو مخالف ببساطه شديده جدا، اعمل له حظر. العنصر رقم 16، خلي البوست المثبت هو الافضل. تمام؟ ولازم يكون محتوى حصري. يعني انا هنا حطيت البوست المثبت، ليه خليت البوست ده مثبت؟ لانه بوست حصري، محدش هيلاقيه غير عندي انا، ده كورس مكون من حوالي 30 درس. 30 فيديو مجاني موجود على قناة اليوتيوب، وبالتالي لازم البوست اللي هنا يبقى بوست حصري، ما تخليش البوست اللي هنا مكرر، ما تخليش البوست اللي هنا انت ناسخه من حتة تانية، ما تخليش البوست اللي هنا تافه، لازم تخلي البوست الاساسي المثبت اللي كل الناس بتشوفه يبقى هو الافضل عندك، يبقى هو محتوى حصري بشكل جيد. كده يا شباب خلصنا مع بعض 16 نصيحة كانت خاصة بكيفية زيادة التفاعل في جروب الفيسبوك وتسويقه، باقي النصيحة رقم 17، النصيحة رقم 17 إن شاء الله هحطها لوحدها في الدرس الجاي لأنها طريقة مدفوعة وهعرفكم بيها الدرس الجاي إن شاء الله. أتمنى من حضراتكم عمل سبسكرايب للقناة، وأتمنى أي استفسار تحطوه في كومنت هجاوب إن شاء الله على كل الكومنتات. أشكركم شكرا جزيلا، كان معكم أخوكم رامي من قناة رامي عزت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.